احنا تنسيقيات المتضررين من تعيين خريجين جدد في مناصب سبق ان عبرنا في الرغبه الانتقال اليها بالموسم 2019-2020. هذه النضالات نتاعنا مستمره منذ اكثر من 5 اشهر. بطبيعه الحال كانت هناك حوارات ماراثونيه مع المديريه. المديرية عطتنا وعود، ولكن كل مرة كنتفاجئوا بالمديرية الإقليمية تتنصل من هذه الوعود. يعني كتعطينا واحد الوعود وتلتزم بالتزامات، تمر يوم أو يومين نفاجئ بالمديرية كتدور في هذيك الهضرة وكتراجع على هذيك الوعود اللي عطتنا. نضالاتنا استمرت بين وقفات ومسيرات واعتصامات، اعتصامات مباتيات ليلية وإضراب عن الدواء والطعام. نحن ثلة من الأساتذة القدامى، أغلبنا قضى عمرا في المناطق القروية، وذلك من أجل الوطن لا غير، ويأتي تدبير في آخر عمرنا لينسف لنا كل ما كنا نتطلع إليه هو الدخول إلى بلدية وجدة والعمل فيها هذه الفترة المتبقية لنا. الاغلب ديالنا راه ما باقيلوش فتره كبيره، انما ما كانش اللي غادي يتعدى كاع فينا 7 سنين 8 سنين باش ياخذ التقاعد ديالو. واذا بهذا التدبير المجحف ياتون بطلبه معلمين، لا اقول اساتذه وانما اقول طلبه اساتذه تخرجوا لهذا فوج 2019 بصفر نقطه، يمدونهم بمناصب داخل البلدية، مناصب جذب لطالما شاركنا في الحركة الانتقالية للحصول عليها، ولكن للأسف آذان الإدارة دائما كالعادة صماء. تحاورنا معهم كما قالت الأخت عدة مرات، ما يفوق عن 8 حوارات بدون فائدة. دائما يعدوننا بالحلول، ولكن هذه الحلول سرعان ما تتبخر، سرعان ما تذهب مهبة الريح. إذن الآن المطلب ديالنا هو جبر الضرر ديالنا. نحن أساتذة، مورس علينا إجحاف، مورس علينا. إذن نحن أساتذة نطالب بجبر الضرر. وأذكر بأن هناك إخوانين داخل المديرية الإقليمية معتصمان هما كذلك، وسنظل هنا إلى غاية انتهاء هذه العطلة. نتمنى الخير، نتمنى أن يكون هناك حل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.